أهلا بكم. قال مقتدى الصدر إنه قرر الانسحاب من العملية السياسية وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة الفاسدين على حد قوله. إعلان الصدر جاء بعد أيام قلال من استقالة نوابه من البرلمان وسط أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في العراق في شهر تشرين أول الماضي بين الصدر وبين شركائه في إطار الميليشيات التنسيقي. مراقبون قالوا إن هذه الخطوة التي اتخذها الصدر لا وزن لها ولن تغير شيئا من واقع العملية السياسية الفاسدة وحقيقتها، والتي كان الصدر ركنا رئيسا وأساسيا فيها خلال 20 سنة الماضية، كما أنه أي الصدر كان مساهما فاعلا في وأد كل الحركات الشعبية التي ناهضت هذه العملية السياسية وقواها والتي راكمت الخراب والفشل في العراق. الدوافع الحقيقية لانسحاب الصدر من العملية السياسية وتأثيراته على المشهد السياسي في المرحلة القادمة هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية: هل فعلا جاء إعلان الصدر الانسحاب من العملية السياسية وعدم المشاركة في أي انتخابات جديدة هو للابتعاد عن الساسة الفاسدين كما قال؟ وهل ستفضي استقالة نواب الصدر من البرلمان الجديد للخروج من أزمة تشكيل الحكومة ونهاية الصراع مع شركائه في إطار الميليشيات التنسيقي؟ ألم يكن الصدر شريكاً رئيساً في العملية السياسية وكل حكوماتها منذ العام 2003 ويتحمل المسؤولية نفسها عن مخرجاتها الكارثية على العراق؟ وهل سيتمكن أحد طرفي الصراع من قذف الطرف الآخر خارج حلبة العملية السياسية والتفرد بكل المشهد القادم في العراق؟ وهل يمكن التنبؤ بمسارات تصاعد هذا الصراع بين الصدر وشركائه ونتائجه، خاصة إذا انزلق إلى مواجهة مسلحة عنيفة؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، قحطان الخفاجي، هبة الفدعم. لا تزال المواقف السياسية في العراق مفتوحة على كل الاحتمالات، وفي حالة من القلق والترقب عقب إعلان الصدر الانسحاب من العملية السياسية والاستقالة الجماعية لنوابه 73 من البرلمان الجديد. شركاء الصدر في الإطار التنسيقي تلقفوا قرار الانسحاب بالترحيب، وبدأوا يحصون عدد مرشحيهم من الخاسرين للزج بهم بدلاء للنواب المستقلين، الأمر الذي قد ينعش حظوظهم الانتخابية التي تراجعت في الانتخابات الماضية. حاول الصدر مع حلفائه من القوى السنية والحزب الديمقراطي الكردستاني تسويق تحالفه الثلاثي باعتباره تحالفاً وطنياً عابراً للطائفية والمحاصصة، ويمثل بارقة أمل في تغيير منشود وحقيقي. ويرى فريق من المراقبين أن قرار الصدر بالانسحاب من العملية السياسية والاستقالة الجماعية لنوابه قد يكون بداية لنهاية ما بات يعرف بالانسداد السياسي، لكن فريقاً آخر يؤكد أن هذا الانسحاب لا يعني نهاية لهذا الانسداد، بل هو إطفاء مزيد من التعقيد والاضطراب على المشهد السياسي الملتهب بالأساس. رئيس البرلمان الحالي وشريك الصدر في التحالف الثلاثي محمد الحلبوسي قال بعد إعلان خطوة الصدر الجديدة: إننا سنمضي بتشكيل حكومة تتحمل كل القوى السياسية نتائج مخرجاتها. أما نجيرفان برزاني الطرف الثالث في تحالف الصدر فقد أبدى خشيته أن تتداعى الأزمة لفوضى عارمة يصعب تطويقها أو السيطرة عليها، خاصة في ضوء امتلاك طرفي الصراع كل أنواع السلاح وإمكانات الدولة العراقية منذ عام 2003. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في الدوافع والأسباب الحقيقية لانسحاب الصدر من العملية السياسية وتأثير هذا الانسحاب على المشهد السياسي والصراع مع شركائه الطائفيين الآخرين. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا عبر سكايب الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، كما ستكون معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن هبة الفدعم الأكاديمية والباحثة في شؤون الشرق أوسط. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميعا. ونبدأ مع أهلا مرحبا نبدأ مع دكتور رافع. دكتور، الصدر قال أنه انسحابه من العملية السياسية وطبعا إجبار نوابه على الاستقالة أيضا من البرلمان هو للابتعاد عن الساسة الفاسدين لإنقاذ العراق وما إلى ذلك، بعيدا عن سردية تطهير يديه من الفاسدين الذين كان شريكا لهم منذ 20 عاما، ما هي الدوافع أو العوامل الحقيقية لانسحاب الصدر من العملية السياسية؟ وهل هو انسحاب نهائي
أم تكتيكة أو مناورة كما عودنا الصدر خلال 20 سنة، عن خطوة وخطوة إلى الوراء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحييك أستاذ ماجد وحيي ضيوفك الكرام. أهلا دكتور. الحقيقة عندما تنظر الفترة الماضية، يعني على الأقل منذ إجراء ما يسمى بالانتخابات المبكرة لحد الآن، هذه 7 أشهر التي مضت جرت فيها أحداث كثيرة، لكن كل الأحداث كانت، أنا أقصد الأحداث المصنوعة من قبل قوى العملية السياسية، كلها كانت تصب اتجاه إيجاد مبرر لبقاء العملية السياسية، إيجاد ما يمسك العملية السياسية من الانهيار الكامل، وهي منهارة حقيقة. وخلال الفترة الماضية القريبة جرت قضيتين ولاحظها الجميع. القضية الأخرى هي الموافقة على ما يسمى بقانون الأمن الغذائي، جرت هذه النقطة الأساسية الأولى، والثانية هي انسحاب الصدر المفاجئ اللي تحدثون عنه. طبعا هذا الانسحاب ليس هو الانسحاب الأول، سبق الصدر انسحب أكثر من مرة، في عام 2013 انسحب، بال 14 انسحب 2014، عام 2016 انسحب، 2018 انسحب، وحتى قبل الانتخابات، هذه الانتخابات المبكرة قبل فترة قال لن أشترك فيها، وبعد ذلك عاد واشترك فيها. فهذه القضية ليست جديدة، يعني كثير من المرات أغلق مكاتبه وقال انسحبت من العملية السياسية وعاد مرة أخرى، هذا لا يعول عليه. هناك من يقول أن هذه المرة مختلفة تماما عن سابقاتها. سندرس هذا الموضوع ونتحدث عنه. ذلك أنا تحدثت عن القضيتين المهمتين، قضية القانون الأمن الغذائي اللي مرروه بعد أن كانت هناك معاكسات وكان رفض شديد لهذا القانون وإذا به يمرر، والقضية الأخرى هي انسحابه. في قضية القانون الأمن الغذائي، عندما ترى هذا الموضوع وبالمبالغ الكبيرة التي به وبعد ذلك تصريح قيس الخزعلي فيما بعد، ستجد أن الغاية من إصدار هذا القانون، هم كانوا يقولون هذه حكومة مؤقتة لا يحق لها أن تصدر أن توقع على مثل هذه القرارات، أن توافق على الموازنة، أن توافق على كل شيء ولا تصرف أموال، وإذا بهم يوافقوا هذه الحكومة تدفع هذا القانون ويوافقون عليه. لماذا؟ لكي يبرروا واقع الحال، لكي يعطوا لنفسهم تبريرا لإيقاف التظاهرات التي يمكن أن تخرج، لكي يكون في يدهم مبرر يقولوا فيه أنه المظاهرات التي تخرج دفاعا عن الناس، بحثا عن لقمة العيش، بحثا عن العمل، احنا جئنا لهم بقانون اسمه الأمن الغذائي بمبالغ كبيرة جدا، مليارات الدولارات، وهذه سنغدق بها على الشعب، نستطيع أن نرفه الشعب لمرحلة معينة لحين تشكيل الحكومة. لذلك من البداية لكي يضبطوا الشارع، هم يعرفون أن الشارع سينفجر والشارع معتقن تماما. لذلك خرج فيما بعد قيس الخزعلي وقال بالضبط، قال أن التظاهرات هذه هي من أعاقت كل الحركات التصحيحية وكل النهوض بالحكومة والنهوض بالوضع بالواقع. بالواقع سبب هذه التظاهرات كانت تقطع الطرق، وحتى جاء على ذكر الكهرباء قال إنه شركة سيمنز كان ممكن أن تنفذ هذه القضية، تنفذ إن الكهرباء جيدة لولا التظاهرات والقطع وعدم الموافقة، وتحدث عن مشاريع كثيرة والمشروع الصيني وكذا، كل هذه برقبة المتظاهرين. لذلك هم لديهم تحذير للتظاهرات لا تخرج، لأنهم يتوقعون التظاهرات، العراق محتقن. هذه القضية الأولى. القضية الثانية، وهذه هي التي تؤثر على العملية السياسية ويمكن أن تنهار العملية السياسية تحتها، مثل ما فعلت ثورة تشرين والحكومة وغير الحكومة هذه التي شكلوها. القضية الأخرى هو انسحاب الصدر، هو مثل ما قلت أنت في مقدمتك وفي أسئلتك، هو شريك لهم منذ شريك رئيسي، شريك رئيسي. نعم. وهو يقول بالنص، يقول لولا وجود التيار الصدري لم تكن لأي حكومة تشكل، والعملية السياسية لا يمكن أن تمضي في طريقها. تمام. هو يقول هكذا، إذن أي انتخابات لا تجري إلا بوجود التيار الصدري. طيب الآن بعد 19-20 سنة يتحدث بهذه الطريقة وينسحب، وقال كلمة مهمة جدا قبل ذلك، قال إنه نحن جئنا للإصلاح في هذه القضية، ونحن نريد أن نشكل حكومة أغلبية وطنية، لأن الآخرين يذهبون إلى المحاصصة، والمحاصصة
هذه القوى التي تبحث عن المحاصصة هي التي دمرت العراق المحاصصة وجعلت الفاسدين يتغولون. عندما ينسحب مقتدى الصدر ويسحب نوابه، ماذا نفسر ذلك؟ بماذا نفسر ذلك؟ إذن وهو قال هذه تضحية للشعب باختصار العراقي وتضحية للعراق. نعم. وهنا المفارقة الغريبة، هنا تنصدم أنت، ماذا يقول هذا الرجل؟ إذا كانت تضحية للعراق وتضحية للشعب العراقي وأنت تقول أن قوى المحاصصة هي التي تسيطر على العراق، إذن أنت أعطيت مجال للقوى التي تشكل العملية السياسية وتشكل الحكومة بالمحاصصة، إذن أنت أعطيت المجال لقوى الفساد والخراب أن تتغول مرة أخرى. إذن أنت انسحبت لتعطيهم المجال، فتحت الباب مرة أخرى لهم لكي يشكلوا الحكومة وبالتالي لكي تبقى العملية السياسية. المفروض يبقى بالعملية السياسية؟ هو لا يبقى بالعملية السياسية ولا يخرج، هو جزء من هذه العملية السياسية. هو بالضبط مثل ما وصفه أحد الكتاب، قال إنه مقتدى الصدر يركب الباب الدوار. نعم. هو في باب دوار الحقيقة، لا تعرف هو خارج لو داخل، داخل لو خارج، هو برا لو بالداخل. فتوصيف دقيق جدا جدا، هو يدخل هو في هذه البوابة الدوارة يلعب علينا ويلعب على الشعب العراقي بهذه الطريقة، وهو يرمي للعملية السياسية حبل الإنقاذ في كل مرة، وهذه المرة نفس الشيء. خلينا نشوف قراءة دكتور قحطان. دكتور قحطان مساء الخير. مساء الخيرات والبركات على سلم، حياك الله. دكتور الصدر فعلا انسحب من العملية السياسية لأنه لا يريد أن يكمل مع هؤلاء الفاسدين من السياسيين كما جاء في البيان، أم أنه اكتشف أن هؤلاء فاسدون وبالتالي لا ينفع معهم لا نصح ولا توجيه ولا تقويم ولا إصلاح، لذلك يريد بخروجه من العملية السياسية إبراء الذمة أمام العراق وشعبه وإخلاء المسؤولية؟ حياك أستاذ العزيز وحيا القناة والسادة المشاركين. أهلا. وضيوف الكرام. أهلا دكتور. حقيقي الانسحاب الذي أعلن عنه الصدر ونفذ على سرعة وعجالة مذهلة من قبل حلبوسي، أقول أتوقع أن انسحاب يقرأ بأكثر من زاوية. هو انسحب من الصفحة الحالية للعملية السياسية، ولكن لم ينسحب من العملية السياسية برمتها وأن ادعى ذلك. واحتمالات العودة بالنسبة إلى القبة البرلمان بضوء الحال القائمة حاليا لا يجوز، لأن المستقلة يمكن عودته، ولكن يسعى هو أو بقى الباب مفتوحا بتصورات معينة، لأنه قال لجماعته كونوا متهيئين لأن سوف نقوم بشيء معين، سندفع ببعض الأشخاص. إذن هو في خلده سيعود الكرة بحالة أخرى. في قضية أنه أبقوا عوائلكم ونساءكم ورجالكم على أهبة الاستعداد، يعني الحقيقة هناك من تحدث أنه ليس رجعة إلى العملية السياسية، ربما يقصد هناك أيضا حديث عن أنه الصدر قد يلجأ إلى الشارع، ربما ثورة الشارع بين قوسين. هو الذي سأتي لك به، في هناك احتمالين لهذه التأهب، وهما أكثر احتمال هو أن هناك حراك شعبي قد يتململ، وأن يأتي أحيانا قد ضمن غطاء تشرين، وأعتقد هناك أناس يوكلون بمهام الدخول إلى قضايا عسكرية أو قضايا خطرة السلوك تستوجب دخول عسكري، وبعدها يتم وضع العراق في وضع اقتتال. أعتقد عندها سيكون هناك ترتيبا معين لسرايا السلام أو سواها سوى لذاته، أو احتمال بأجندة أو ترتيبة خارجية يكون عندها مسيطرة على وضع العسكري بانقلاب بشكل أو بآخر. أنا أعتقد هذا السيناريو هو الأكثر، ولكن هو أدعى على أنه بقائكم بالاستعداد على أن بقاء لعملية سياسية بعد إجراءات معينة تستبعد الفاسدين كما يدعي. علما أنا وأنا العراقيين أجمعين يعلمون جيدا أن الفاسدين صفة تطبق على من عمل بعملية سياسية دون استثناء بما فيه المتحدث. إذن نحن أمام حالة من الصراع السياسي. المتحدث تقصد الصدر دكتور، حتى لا يفهم المتحدث أنت، المتحدث الصدر. أنا خارج عملية سياسية، أنا والعملية السياسية ماذا؟ إذن أنا أؤكد هنا كمتابع وليس كصاحب موقف معين، باعتبار أنني أتابع الأحداث والصدر وأحد لاعبي العملية السياسية.
له ما له وعليه ما عليه. إذا نعتقد أن هناك ترتيبة معينة فيها جنبة تبدأ بحراك شعبي تمرر بحالات اضطراب وحالات اعتداءات هنا وهنا. دكتور اسمع لي، سنتحدث عن مخاوف أو الاحتمالات أن الصراع ينزلق إلى مواجهة مسلحة مع الميليشيات، خاصة مع الامتلاك طرفي النزاع ميليشيات بأسلحة ثقيلة. نتحول إلى واشنطن مع ضيفتنا من هناك هبة الفدعة. مساء الخير ست هبة. مساء الخير. أنا أستاذ، تحية طيبة أستاذ ماجد لحضرتك ولضيوفك الكرام ولجميع المشاهدين. أهلا وسهلا. ما دمنا قد وصلنا إلى هذا المستوى من المواجهة أو من الصراع بين الصدر وبين شركائه فيما سمي بالبيت الشيعي، سابقا كانوا شركائهم في البيت الشيعي الآن في الإطار التنسيقي، هل تتوقعين أن أحد الأطراف سيجهز على الطرف الآخر أو على الأقل يقذفه من حلبة الصراع ويتفرد بالمشهد في العراق بدل هذه الشراكة التي أوجعت رؤوسهم؟ طبعا مثل ما ذكر الدكتور رافع والأستاذ قحطان، ذكروا أنه وجود أو انسحاب السيد مقتدى الصدر هو ما بين بين، يعني لا هو منسحب تماما ولا هو موجود تماما. أضف إلى هذا وذاك أنه وجود التيار الصدري وامتلاكه فصائل مسلحة لا يمكن أن يغيب عن ساحة العملية السياسية. أي كتلة أو أي حزب يمتلك فصائل مسلحة لا يمكن تغيب عن العملية السياسية، حتى وأن قرر هو بنفسه أن ينسحب من العملية السياسية، طالما أنه هو يمتلك القوة ويمتلك فصائل مسلحة ولا يمكن تغيبه ولا يمكن تجاهله. لذلك أنا أعقب على كلام الدكتور رافع وأعقب على كلام الأستاذ قحطان، قد ينسحب هو من العملية السياسية مؤقتا، وإحنا عهدنا هذا الشيء من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. دائما ما كانت هناك قرارات في حالة تناقضات وحالة تغيرات مستمرة، دائما ما كان يبدي قرار ويتخذ قرار ومن ثم يتراجع عنه. لذلك عملية الانسحاب هذه تليها احتمال خطوات، ممكن بالمستقبل نرى خيارات كثيرة متعددة تعود به إلى الساحة السياسية، لكن بوجه آخر غير الوجه الذي دخل به إلى العملية السياسية ودخل بها إلى البرلمان منتصرا بعد الانتخابات الأخيرة. أضف إلى هذا وذاك، في اللقاء الأخير لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بلقاء بنواب الكتلة الصدرية المنسحبين في الحنانة، ذكر نقطة جدا مهمة، قال لهم بأننا منسحبون وشكرهم لانسحابهم من العملية. خلينا نسألك على نقطة ست هبة أثرتيها، أن الصدر قد يعود إلى العملية السياسية لكن بوجه آخر، ما هو هذا الوجه الآخر؟ ممكن أن يعود بحراك شعبي، ممكن أن يكون هذا الشيء، ممكن أن يعود بحراك شعبي طالما أنه يمتلك كل المقومات. حضور مقتدى الصدر في الشارع العراقي حضور قوي جدا، له جماهيرية واسعة جدا، هو شريك بهذه العملية السياسية من سنة 2003 إلى حد الآن. بس حتى الحقيقة نضع الأمور في نصاف، اسمحي لي على المقاطعة، يعود بحراك صدري وليس حراك شعبي. أنت تعلمين أنه هناك الحقيقة شلون، يعني ما بين مقتدى الصدر وبين المتظاهرين ما صنع الحداد، مقتدى الصدر كان جزء من أدوات القمع التي قمعت تشرين، هذا هنا الحراك تقصدينه حراك صدري وليس شعبي. بالضبط، حراك صدري يثور فيه الشارع الصدري تحديدا. ربما هذه أحد الأجندات وأحد السيناريوهات المطروحة لحد الآن. بصراحة الخطوات القادمة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مبهمة نوعا ما، لأنه دائما ما يفاجئنا بقرارات متناقضة للقرارات التي تم اتخاذها سابقا. أضف إلى ذلك هو قام جملة وعبارة جدا مهمة، أوصى النواب المنسحبين، أوصاهم قال لهم ثقفوا أنفسكم، طوروا أنفسكم دينيا وعقائديا وبرلمانيا أيضا، فيجب أن نضع خطوط تحت هذه الكلمات، لأنه وقال أيضا أنا لن أكون شريك بالعملية السياسية القادمة وبأي انتخابات قادمة، لأنه هذه العملية السياسية تتخللها مجموعة من الوجوه ومجموعة من الشخصيات الفاسدة أو الكتل الفاسدة، لكن هذا لا يعني أنه ممكن أن يغير رأيه. مثل ما نعرف أنه إحنا مقتدى صدر امتنع عن الانتخابات لمرات عديدة ومن ثم رجع مرة أخرى، وآخرها كانت الانتخابات التي حدثت في السنة الماضية في نهاية شهر أكتوبر عندما انسحب قبل الانتخابات وعاد إليها مرة أخرى. لذلك ما زال الباب مفتوحا وما زالت كل السيناريوهات مطروحة لحد الآن.
ماشي. إذن نستأذن من المشاهدين الكرام ومن الضيوف الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل القصير. سنشاهد فيه استطلاعا للرأي العام في العراق أجري عن خطوة أو قرار مقتضى الصدر بالانسحاب من العملية السياسية وإقالة نوابه يعني من قبل مقتضى الصدر من البرلمان الجديد. نشاهد هذا الاستطلاع ثم نعود لإكمال النقاش مع الضيوف الكرام. من الممكن جدا أن يكون أو أن تكون استقالات نواب الكتلة الصدرية هي مناورة سياسية من قبل زعيم التيار الصدري على غرار ما حصل قبل انتخابات تشرين. اليوم ممكن أن نشهد هناك اجتماعات مكثفة لقادة الكتل السياسية، الزعامات السياسية، ستكون هناك مبادرات مغايرة عما حصل قبل الاستقالات. ممكن أن نشهد توجه للكتل السياسية وكذلك الزعامات نحو الحنان لطرح مشاريع جديدة. طبعا الكل يعني هذا الكل يعرف به، والكل حتى السياسيين هم يعني يعترفوا بالتدخل الإيراني في العراق، وحتى هم يعني يجيروا العملية السياسية ويتحكموا بالعملية السياسية لصالح إيران. هناك بعض الموالي بعض الأحزاب الموالية لإيران والتي تعمل لخدمة هذه الأجندات ومصلحة إيران مع الأسف. يعني الجانب الإيراني له تأثير خطير على العملية السياسية في العراق، له تأثير على الأحزاب، ومن ثم تحريكهم بإرادتهم، تحريك الأحزاب والشخصيات السياسية وإملاءاتهم، إملاءات الإيرانية على تلك الشخصيات السياسية المتسلمة زمام الحكم بالعراق. إذن إيران لها باع طويل في العملية السياسية، وهي محتلتنا من الساس للرأس. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحث في الدوافع الحقيقية لانسحاب الصدر من العملية السياسية وإجبار نوابه على الاستقالة من البرلمان الجديد. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور قحطان الخفاجي والأستاذة هبة الفدعم. الدكتور، بعد خراب البصرة، بعد 20 سنة من الفساد والتهجير والخراب والقتل والاعتقالات والانتهاكات، الآن مقتضى الصدر يتحدث أنه انسحب من العملية السياسية، وهناك شكوك أنه هذا الانسحاب ليس انسحابا حقيقيا، وأنه لا يريد أن يضع يده بيد الفاسدين، لا يريد أن يكون شريكا للفاسدين، لا يريد أن يسير إلى النهاية مع الفاسدين. الآن مقتضى الصدر تذكر أنه هؤلاء فاسدون. طيب ماذا عن الفساد الذي جرى خلال 20 عاما؟ ماذا عن كل الخراب الذي جرى في العراق؟ الرأي العام سيقبل، سيصفق لمقتضى الصدر أنه لا يريد أن يبقى مع الفاسدين لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ يتعامل بجدية مع هذا التبرير؟ أستاذ ماجد، الحقيقة ربما كل قوى العملية السياسية بأحزابها بميليشياتها بشخوصها ومن ضمنهم مقتضى الصدر يتحدثون بهذه اللغة، يشتمون الفساد وهم أبرياء من الفساد، ويضعون خططا ويدعون الناس والشعب إلى الوقوف معهم ضد الفساد. وأنت تستغرب وتسأل، وكل الشعب العراقي يسأل، طيب من هو الفاسد؟ هل هو الشعب؟ يعني هل الشعب سرق أمواله؟ هاي سرق مليار ونصف، أكثر من 1500 مليار دولار، أكثر من تريليون ونصف دولار سرقت في مشاريع وهمية. والحقيقة هذا يذكرني قبل يومين كان أحد أبرز وجوه العملية السياسية منذ عام 2003 لحد الآن، ربما أفل وجهه لكن هو موجود، أياد علاوي. نعم. تحدث قبل يومين، قال إنه الوضع خطر وبعد انسحاب مقتدى الصدر وكذا نحتاج إلى ماذا؟ هو يفسر نحتاج إلى إنقاذ العراق إلى ماذا؟ نحتاج إلى حكمة العقول في العملية السياسية التي كانت موجودة والتي أسقطت النظام السابق. وأنت تستغرب كيف يتحدث هذا الرجل الذي بلا رأي، هو مع أو ضد، هو يعرف أو لا يعرف، هو يدري أو لا يدري. قضية غريبة عجيبة، من هم الحكماء هؤلاء؟ وإذا كان من هناك من حكمة من 2003 لحد الآن في شخوص هذه وفي رؤوس هؤلاء الذين حكموا العراق، لماذا العراق وصل إلى هذا المستوى
الهابط، ومن هم الحكماء؟ هل هو نوري المالكي؟ هل هو إبراهيم الجعفري؟ هل هو صولاق؟ هل هو نفسه إياد علاوي؟ من هو الحكيم الذي يستطيع أن ينقذ العراق برأيه؟ ومن أسقط النظام السابق؟ هل هم أم الأمريكان؟ نفس القضية. الآن مقتضي الصدر يتحدث عن الفاسدين، أنا لا أضع يدي بيد الفاسدين. ما أنت خمس انتخابات أو ستة انتخابات جرت، أنت تقول أنا زعيم هذه الانتخابات، لولا وجودي لما حصلت هذه الانتخابات. أنت شريك في كل هذه الحكومات التي جرت من عام 2003 لحد الآن، لديك وزارات، لديك مناصب، لديك مواقع كثيرة، أنت في كل مكان، أنت جزء من هذا الفساد، لديك وزارات متهمة بالفساد هي تابعة لك، فبالتالي أنت جزء منها. والآن اكتشفت بعد 20 سنة أنه هؤلاء فاسدين، ويجب أن لا تضع يدك بيدهم. ما هم خربوا العراق بعد 20 سنة، العراق الآن في قعر الهاوية. تتحدث لنا عن الفاسدين، الآن اكتشفت أنه هم فاسدين. إذا كان الاكتشاف الآن فلا يحق لا المقتدي الصدر ولا التيار الصدري ولا كل هذه القوى أن تضيع من عمر العراقيين 20 سنة لهذا الاكتشاف السخيف اللي اكتشف الشعب العراقي من أول لحظة، إنه هؤلاء مجموعة من البغاة، مجموعة من السراق، مجموعة من عديمي الكفاءة، من الكذابين، من المنافقين. هذه حقيقة، هذه ما لها علاقة لا بنظام سابق ولا بنظام لاحق، هذا له علاقة بكفاءات مرتبطة بالخارج. هم يسمون نفسهم كفاءات لخدمة الأجنبي، عملاء، أجراء. هذا وضع العراق. فبالتالي وصلنا إلى حال سيء. من أشاع الميليشيات؟ من أشاع القتل؟ السلاح؟ المخدرات؟ العراق في خراب منتهي. لولا الدعم الأمريكي اللي يجبر الدعم الدولي والدعم الإقليمي على دعم هذا النظام الموجود بالعراق لانهار العراق ولكان في حال آخر. الآن العراق فقط واجهة تدعم هذه الدول ما يسمى بالمجتمع الدولي لصالح المشروع الأمريكي، ليس فقط هذا. دولة ما بعد الفاشلة، دولة هشة. نعم دكتور قحطان، باختصار بالله هذا السؤال، يعني عندي سؤال آخر أيضا أنا أريد أسأله إلى قبل انتقال إلى هبة. هذه الاستقالة للتيار الصدري من البرلمان، هل تعتقد أنه هذه بداية الانفراجة في الأزمة أو ما يسمى بالانسداد أو الاستعصاء السياسي المستمر منذ 8 شهور، أم أنه تعقيد للمشهد وإضفاء مزيد من التعقيد؟ لا بالتأكيد مزيد من التعقيد، وأنا قلت منذ الانتخابات المهزلة السابقة أن العملية السياسية لن تمضي، وأن العملية السياسية انتهت إلى نهاياتها الأخيرة وسوف يولون الدبر. لذلك نعتقد أن هذا الحيس هبيص الذي هم فيه أدركوا إلى أن لا حلول لهم إلا حالة من الفوضى التي قد تذهب باتجاه قلنا قتال، عسى جهة من الجهات تسيطر على الساحة. الصدر إن بقى لا يستطيع أن يمرر الحكومة، وأن الحكومة التأمت من بعده سيكون هو سبب لعودة الفاسدين، كما حاول أن يبدو أنه ساعا إلى إبعاد الفاسدين. وإذا اضطر إلى استخدام القوة مباشرة ستذهب الأمور إلى مآلات القوة والنوع من نوع حالة الفوضى. إذن العملية السياسية سوف لن ما دام تعجلت بقضية السؤال عن قضية القوة الآن وبعد انتهاء أو تلاشي أو نفاد الحلول السياسية البرلمانية بين قوسين الدستورية بين طرفي النزاع المدججين بمختلف أنواع السلاح، هل تعتقد أن هذا الصراع سيتحول إلى صراع مسلح يصل إلى حافة الهاوية، بل قل سيدخل في الهاوية نفسها؟ بالتأكيد هذا هو الذي ستصل إليه الأمور، ليس انطلاقا من قراءتنا إلى حيثيات العملية السياسية وشخوصها، لأن هذه المجاميع والشخوص عبارة عن بيادق، ولكن الخلاف الأمريكي مع طهران هو الذي سيوصل الأمور إلى هذه الأمور. أمريكا أدركت أن احتواء الوجود الإيراني في العراق بميليشياتها الولائية لا يتم احتوائه إلا بقوة شيعية بين قوسين وأعوذ بالله منها المسميات الطائفية، وبالتالي أي مقاتلة لميليشيات الشيعية تعطيها حجة لأن تلملم حالها وتكسب الصدج من الناس. لذلك لا مجال إلا أن تدفع بقوة شيعية تقاتل، ونسميه احنا بالعلوم السياسية والاستراتيجية بالضد النوعي. وبالتالي الصدر ومجموعاته الشيعية هي ضد نوعي إلى مجاميع الولائية لإيران في داخل العراق. إذن نعتقد بشكل كبير أن المجموعة الشيعية التابعة على الصدر وسواها ستعتمد على الحكومة العراقية الحالية المتناغمة معها وعلى العمق الدولي
لاحتواء الوجود الإيراني في الداخل واحتواء الفصائل الإيرانية الموالية. إذن القوة العسكرية هي التي ستحسم الأمر في تصوراتنا القريبة. أشكرك ست هبة. ما دامت الأمور متوقعة أنه تنزلق إلى مواجهة مسلحة، هل تعتقدين أن هذه الميليشيات، ميليشيات العملية السياسية الصدر وشركاء، يدركون أن المواجهة المسلحة مغامرة محفوفة بالمخاطر مكلفة للجميع وغير مضمونة، خاصة في ضوء هذا التنافر أو الشد أو التصادم الأمريكي الإيراني وأنت أتيتي على ذكره، تدرك أن هذا ثمن مكلف جدا لهذه المواجهة مع ميليشيات الطرفين يملكان أسلحة ثقيلة، أسلحة الدولة؟ نعم أستاذ ماجد، دعنا نتفق من البداية أنه الموجودين داخل العملية السياسية سواء كانوا متفقين وسواء كانوا مختلفين بفصائلهم بميليشياتهم هم ليسوا لاعبين أساسيين بمجمل العملية السياسية داخلية بالعراق. دعنا نتفق على هذه الأمور. خيوط العملية السياسية خارج حدود العراق وليست داخل حدود العراق. حاليا منطقة الشرق الأوسط بما فيها شمال أفريقيا تعاني من حالة عدم استقرار. أي صدام ممكن أن يبدأ بالعراق ممكن أن تتسع رقعته إلى خارج حدود العراق. حاليا الوضع غير مستقر، روسيا سوريا الوضع فيها غير مستقر، خصوصا أنه الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على منطقة الشرق الأوسط وخصوصا المناطق التي تعاني من هشاشة داخلية مثل العراق مثل سوريا مثل اليمن مثل لبنان. إيران ضعفت بالفترة الأخيرة ليست فقط في العراق وإنما حزب الله مني بخسارة كبيرة أيضا في لبنان. أي صدام أو أي صدام مسلح ما بين الأطراف فيما بعضها البعض ممكن أن يتوسع رقعته وأن ينفجر إلى كل المناطق التي تعاني من هشاشة ومن عدم استقرار ومن عدم تحصين أمني في داخلها. لذلك أنا لا أعرف إذا هم كانوا يدركون هذا الشيء لأنهم غير مدركين لهذا، هم مدركين فقط لمصالحهم ومدركين فقط ل. لا أقصد هذا الإدراك، هذا أقصد الإدراك أو التأثير على مصالحهم، على وجودهم بالحكم، على مغانمهم، على هيمنتهم، لا أقصد تأثيره على العراق ولا على شعب العراق ومقدراته. لكن بالنهاية الأوامر لا تأتي من الداخل، الأوامر تأتي من الخارج. كل التحركات الداخلية في العراق هي خارجية، كل التحركات لأطراف العملية السياسية هي تأتي خارجية سواء كانت إقليمية أو سواء كانت تعتقدين دولية. خلينا نسألك، تعتقدين أنه طبعا اللاعبان الرئيسان بالعراق أو قوتا الاحتلال هو أمريكا وإيران؟ نعم. أنه أمريكا ستصطف مع طرف ضد الطرف آخر، إيران ستصطف مع طرف ضد طرف آخر لحسم هذا الصراع الذي إذا ما اندلع في العراق، هل تعتقدين أن الأمور ستذهب بهذا الاتجاه؟ الصراع أنا لا أعتقد أنه الصراع سيحين وقته حاليا، هي ورقة أخيرة ممكن أن تتلاعب بها الأطراف السياسية مع بعضها البعض. كما قلت سابقا أنه بداية أي صراع أو أي انفجار داخل العراق ممكن أن تتسع رقعته إلى خارج منطقة الشرق الأوسط، وجميع الأطراف الدولية والأقليمية تعاني الآن من أزمات عديدة وليسوا بحاجة إلى إضافة أزمة جديدة ممكن أن تؤثر على الأمن والاستقرار، أزمة اقتصادية، أزمات سياسية. طهران حاليا في مواجهة شديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ملفها النووي. لذلك كل هذه الأمور نوعا ما في المستقبل القريب أنا أعتقد أنها مؤجلة وغير قابلة للتنفيذ حاليا، لأنه القرارات هي تأتي دائما من خارج حدود العراق، قرارات دائما أقليمية. هناك بعض الأصوات وبعض المحللين السياسيين الذين يؤكدون بأن هذا المنزلق الذي وضع به العراق، المنزلق السياسي وهذه العملية السياسية أو حتى هذا التناحر ما بين الأطراف مع بعضها البعض، ممكن أن تأتي اقتراحات وممكن أن تأتي مخارج من إيران حالما الملف النووي الإيراني يرى النور. نعم. وإيران تحسم وضعها مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الملف النووي وتأزم وضعها الحالي في منطقة الشرق الأوسط. نعم. لكن هناك من يتحدث ست هبة الحقيقة طبعا بغض النظر عن هذه الحرب الإعلامية والسياسية بين طرفي الصراع في الميليشيات الصدر وما والإطار التنسيقي، لكن الحقيقة هناك الآن تصفيات بينية من عناصر وقارة الميليشيات يوميا لا يمر في العراق إلا
والأخبار تتناقل ومنصات التواصل الاجتماعي تتحدث عن اغتيالات وقتلى من طرفي الصراع من الميليشيات، وهو ما يعد كأنه عملية إحماء أو بدايات للمواجهة المسلحة السافرة في الشوارع. نعم، هذا هو هذا ما يجري حاليا في التناحر اللي ما بينهم البين، يجري حاليا عن طريق اغتيالات، عن طريق بعض التهديدات، عن طريق بعض التصريحات في وسائل التواصل الاجتماعي. أما أن يصل الموضوع إلى مرحلة انفجار ما بين الأطراف، ما بين التيار الصدري وما بين الميليشيات اللي موجودة حاليا، وأن ينزلوا إلى الشارع وأن تكون حرب معلنة، أنا أعتقد أنه هذا الوقت مبكر جدا، وهذه تعتبر هي الورقة الأخيرة التي يمكن استعمالها. مؤجل لكنه مؤجل. قابل للحدوث في المستقبل. أكيد أشكر. وقابل للحدوث في المستقبل، وأيضا قابل أيضا أن يتم السيطرة عليه إذا ما أتت الأوامر من إيران من أجل السيطرة عليه. نعم. دكتور رافع، هل يمكن التنبؤ توقع مسارات هذا الصراع بين مقتدى الصدر وميليشياته والميليشيات الآخرين في الإطار التنسيقي؟ من الممكن أن نضع سيناريو أنه سينتهي بهذه الصورة، سيتفاقم بهذه الصورة؟ ولو تحدثت ضيفتنا هبة أن القضية متعلقة بالخارج، لو أخذنا عوامل الداخل مع الخارج، هل يمكن رسم سيناريو عن مآلات هذه المواجهة أو الصراع الذي لا زال سياسيا وإعلاميا؟ الحقيقة أستاذ ماجد، الباحثة هبة الفدعام تحدثت بذكاء وأعطتنا مفاتيح كثيرة لقضايا كثيرة تحدثت عنها، وكانت ذكية جدا في طرح كثير من المواضيع، وهي واقعية وحقيقية ولمست يعني الحقيقة بشكل واضح. تمام. الموضوع لا يتعلق بهؤلاء، هؤلاء كلهم في العملية السياسية أجراء ونعرف ذلك، والكل يعرف، القريب والبعيد يعرف، من عام 2003 لحد الآن الكل أجراء، هم ينفذون أدوار، هم مثل ما يقال بالكلام هم نواطير فقط لمشروع معين موجود في العراق، هم يحافظون على القطار موجود على السكة فقط. اسمح لي قاطع. ويركبون فيه. اسمح لي. نعم. هؤلاء الموجودين بالعملية السياسية جاءوا واستمروا إلى حد هذه اللحظة أو هذه السنين، لأن هناك كان توافقا أمريكيا وتنسيقا أمريكيا في العراق بالكامل. الآن هذا التنسيق قد انتهى، قد تلاشى، هل يمكن أن يبقى هؤلاء كما كانوا في ظل تصادم وتنافر قوتي الاحتلال الرئيسيتين في العراق، أمريكا وإيران؟ هو لم يتلاشى ولم ينتهي. هذا التخادم لم ينتهي ولم يتلاشى، هناك ملف، وهذا ما تحدثت عنه الباحثة هبة، هناك ملف كبير جدا هو الملف النووي. إذا ما حسم بالشكل الذي تريده إيران وتقبل به أمريكا، فالوضع محسوم داخل العراق بهذه الميليشيات وهذه القوى، وسيعود الصدر إلى مجرى الحياة، والأمور ستمشي، والعملية السياسية ستبقى مثل ما هي، لأن إيران تريد أن يبقى العراق ضعيفا بهذه العملية السياسية ومخربا. طلع الشعب الظاهر، هناك القتل وهناك الميليشيات وهناك المواجهة بين الشعب وهذه القوى، هذه واحدة. أما إن لم ينتهي هذا الملف بالطريقة الأخرى، يعني إذا ما أدى إلى مواجهة بين إيران وأمريكا وإسرائيل مثل ما يتحدثون، فالوضع سيتخذ شكلا آخر. هناك نظرية ما زالت تؤمن بها أمريكا وبريطانيا وكل الدنيا، هي نظرية التفكيك. يعني نعم، المنطقة يعني على صفيح ساخن، في سوريا، في اليمن، في العراق، في لبنان، المنطقة كلها ومنطقة الشرق الأوسط كلها، لكن هذا لا يعني أنه هؤلاء تهمهم هذه القضية. هم خلال من احتلال العراق لحد الآن جربوا قضية فكروا بها وتحتاج إلى بحوث كثيرة. هم فكروا في قضية أنه خلال هذه الفوضى التي جرت في العراق وانتشرت في المنطقة، هل كانت المصالح الأمريكية والغربية محفوظة ومصانة وتسير في طريقها في سكتها؟ كانت كذلك. إذن هم يستطيعون المحافظة على مصالحهم ومكتسباتهم حتى في ظل فقاعة الفوضى. إذن إن توسعت هذه الفوضى في العراق وانتشرت إلى سوريا وانتشرت إلى لبنان، لا يعني شيئا. هذه نظرية التفكيك مثل ما فعلوها في العراق، قالوا نفكك العراق ونرجع
قص ولصق نلصقه مرة أخرى ونكون منه ما يسمى بالعراق الجديد. بهذه الطريقة هم فعلوها، لماذا لا يفعلوها في المنطقة كلها؟ يفعلوها، وقالها خير الضباط مخابراتهم، قالوا هذه التجربة العراقية تجربة ممكن أن نسقطها على أي منطقة، وهم يسقطونها بالفعل. فإذا الموضوع في العراق يتعلق، أعود مرة أخرى مثل ما قالت الباحثة هبة وهي صائبة في هذا الموضوع، يتعلق بقوى خارجية هي المتحكمة في هذا الموضوع. إذا ما اتجه يمينا أو شمالا الاتفاقات، هي من ستؤثر على العراق، وهي من ستؤدي إلى إذن الوضع كله مؤجل، حتى الصراع مؤجل لهذه الأسباب. لكن يبقى أن الشعب في جهة، ومهما فعلوا ستصل إلى حد المواجهة بين الشعب وهذه القوى. شكرا دكتور قحطان. هناك من تحدث الحقيقة، كان يعني ذهب إلى أقصى نقطة، قال أن انسحاب الصدر من العملية السياسية الحقيقة كان ضربة قاضية وقاسمة للعملية السياسية وأصابتها بمقتل. تعتقد أن العملية السياسية فعلا هذه الاستقالة التي أيضا لا ينظر إليها على أنها حقيقية وقد تكون مرحلية ومؤقتة، تلقت ضربة قاضية، أم أنها العملية السياسية الحقيقة لن يقضي عليها إلا يعني حراك شعبي، إلا ثورة شعبية؟ العملية السياسية قضى عليها التكوين الخاطئ المشوه التابع لذات العملية السياسية وفسادها المستشري، وقضى عليها بشكل مبرم بإذن الله الحراك الشعبي والرفض العام للعملية السياسية. أما الصدر إذا بقى داخل العملية السياسية أو خرج منها، فالأمر ليس بالضرورة مؤثرا كثيرا بقدر ما هي عملية استفادة ذاتية من بقائه أو من خروجه. ولكن في كل حالات نتوقع كما قلنا قبل قليل أن الحراك ذاهب باتجاه أبعد من قدرة الصدر، وأن كان له من التابعين الكثيرين، حقا نقول ذلك. وأيضا وأن يبدو هو قريب إلى الرؤية الأمريكية للتغيير بالتوافق مع حكومة كاظمي، وبالتالي القوة العسكرية العراقية قد تكون إلى جانبه ويكون ذا فاعلية أكثر إذا ما ذهب باتجاه القوة العسكرية. إذن أنا أقول العملية السياسية انتهت ليس بقوة صدر أو بقائه، لا، انتهت لأنها هي انتهت، والذي وضعها ما زال قد اختلف اختلافا كبيرا مع طرف الدولة الآخر اللي هي طهران وواشنطن، وبالتالي الأمر يبقى في يد تلك الدولتين. وما دام الأمر بين الدولتين ما زال صراع تنافسي وصل إلى مرحلة اللعبة الصفرية، إذا لابد أن تنتهي بصيغة أعتقد لصالح أمريكا ومن الأطراف التي في داخل العراق متقاربة مع أمريكا. نعم ست هبة، الصدر هل تعتقدين أنه، أنت تحدثتي عن قضية أنه قد يأتي بوجه آخر، هل تعتقدين أن المجتمع العراقي، الناس في العراق مستعدة لأن تسلم راية لمقتدى الصدر ليكون في الصدارة ضد العملية السياسية أو ضد الفاسدين، يقود الحراك الشعبي مع كل هذا التاريخ المعروف عن الصدر خلال 20 عام الماضية؟ هل يمكن أن يثق به شعبيا أقصد؟ نعم أستاذ، طبعا يمكن أن يثق به من قبل جمهوره اللي موجود في الشارع العراقي، أما من قبل باقي أطياف الشعب العراقي أكيد لا يمكن الوثق به، لأنه التيار الصدري كان له باع طويل وكبير جدا سلبي في الشارع العراقي وفي العملية السياسية أيضا. أضف إلى هذا وذاك أستاذ ماجد، دائما ما تتخلى القرارات الكتلة الصدرية بتواجدها في داخل العملية السياسية مثل ما ذكرت سابقا وجوه متعددة، قد يأتي بحزب أو قد ينشئ حزب يكون امتدادا لهذه الكتلة الصدرية، أو قد ممكن أنه ذكر هو أيضا ذكر ونقطة خليني بس يعني قد اسمحي لي ست هبة، يعني قد مقتضى الصدر الحقيقة يلعب على قضية أن هناك احتقانا شعبيا من هذه الطبقة السياسية، الناس يعني قلوبها مدمية ومملوءة قيح، فلذلك قد يلعب على هذه النقطة بأنه هو قد تخلى عن كل مكاسبه ومغانمه وعن السلطة من أجل الشعب، هؤلاء الفاسدون لا أريد أن أبقى معهم، فقد يعطى أو قد يتصور في لحظة من الخداع السياسي أن هو من يقود هذا الركب الشعبي ضد العملية السياسية، وقد يقوم بانقلاب فيستولي على العملية السياسية هو بنفسه.
ذكرتها مسبقا استاذ ماجد في بدايه في اول سؤال سالتني اياه، قلت لك انه ممكن ان يقود السيد مقتدى الصدر، ممكن ان يقود حراك شعبي، وانت قلت لي ممكن ان يقود حراك صدري. ممكن احيانا الشعب العراقي او الشارع العراقي لا يجد مخرج اخر سوى او ان يصطف مع افضل السيئين اللي موجودين بالعمليه السياسيه. بالفتره الاخيره وما بعد الانتخابات الاخيره نوعا ما داخليا دوليا حاول مقتدى صدر انشاء تحالف عابر للهويات. التحالف الاخير اللي تم انشاءه كان يضم بين اطيافه شيعة وسنة واكراد، حاول ان يقلب صفحة جديدة على الماضي وان يبدأ صفحة جديدة بان تكون تحالفات، التحالف اللي انشأه يضم كل اطياف الشعب العراقي سنة وشيعة وكردا، ربما قد يكون زاد له نوعا ما ثقلة في داخل الشارع العراقي حتى وإن كان مستاء. لكن لو قارنا التيار الصدري حاليا وزعيم مقتدى الصدر مع الجهة الأخرى، لا، الاحتقان الشعبي بين أوساط المجتمع العراقي ضد التيار، ضد الميليشيات وضد المتحزبين الآخر، أكيد طبعا هم ضده تماما، ولا يوجد أي بصيص أمل في أن يتم إحياء ولو بذرة أمل أشكرك. تجاه الجهة الأخرى. شكرا. خلينا نسمع رأي دكتور رافع في الدقائق الأخيرة من الحلقة في هذه النقطة اللي أثرتيها الآن عن اتلافات الصدر أنه عابر الطائفية. أستاذ ماجد، الحقيقة طوال هذه السنوات من عام 2003 لحد الآن، هل سمعت من مقتدى الصدر أو من غير مقتدى الصدر من كل قوى العملية السياسية نقدا للعملية السياسية كونها عملية مبنية على المحاصصات الطائفية والقومية؟ أبدا. هم يتحدثون ينقدون القوى التي داخل العملية السياسية، يصورون لنا أن القوى التي في داخل العملية السياسية تتصرف مرات بطائفية أو عرقية فأفسدت الموضوع. ومقتدى الصدر لم يحصل أن انتقد العملية السياسية كونها عملية محاصصة ويجب أن تسقط، لم يطالب يوما بسقوط العملية السياسية. إذن ربما تكون هذه خطوته، وهي هذه جزء من كل القضية من عام 2003 لحد الآن، كل محاولاتهم للمحافظة على العملية السياسية، وهذه أوامر تأتيهم من برا. كلنا نتفق أن العملية السياسية جسد ميت ومنتهي، والكل يحاول، والشعب سيثور عليها. عند دقيقتين. نعم. أثارت هبة نقطة أنه مقتدى الصدر حاول تسويق أو ترويج أن تحالفه هو عابر للطائفية والمحاصصة. بس هو هذا اللي أريد أن أصل إليه. هل هذا فعلا كان تحالف ثلاثي وطني؟ هو هذا أريد أن أصل إليه. فبالتالي الكل كلنا نتفق أن العملية السياسية منتهية. نعم. وأن الشعب سيثور عليها، فهذه إحدى أطواق النجاة للعملية السياسية، أن يذهبوا بمقتدى الصدر خارج العملية السياسية، يقول أنا سحبت من العملية السياسية، ليركب الموجة الشعبية ويعود مرة أخرى للحفاظ على العملية السياسية عابر للطائفية، هو مع الشعب، مع كل فئات الشعب، هو مع السنة، مع الأكراد، مع الشيعة، مع الكل، مع كل القوى الوطنية، وكأنه ليس من العملية السياسية، ولم يكن فيها في يوم من الأيام، ولم يكن متهما بالفساد والخراب والدمار، وكان يده بيدهم. فبالتالي هو ينتقدهم هكذا، لكن لا ينتقد العملية السياسية. إذن كل الغاية هي المحافظة على العملية السياسية، لأن ببقاء العملية السياسية يبقى هذا المشروع الذي يخدم إيران ويخدم أمريكا ويبقى العراق ضعيفا، هو هذا المطلوب، وهذا الشعب اللي انتبه له. والآن لذلك رددوا في ثورة تشرين شلع قلع والقالها وياهم، هذا 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 المقصد، لأنهم كانوا يعرفون مقتدى الصدر جزء من هذه اللعبة، والآن يؤكد أنه جزء من هذه اللعبة بانتقاد العملية السياسية بهذه الطريقة، أنه فاسدين، مجموعة من الفاسدين والمقربين، وأنا مو وياهم. شكرا لضيوفنا في حلقة الليلة من طاولة حوار، وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، وشكرا للدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية كان معنا عبر سكايب، وشكرا لضيفتنا من العاصمة الأمريكية واشنطن هبة الفدعم الأكاديمية والباحثة في شؤون الشرق الأوسط. وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم، في أمان الله.